كيف تعالج نفسك بسورة النصر؟ هذه السورة لها ميزات عديدة في القرآن الكريم ربما كثير منكم لا يعلمها. أولا، هي آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن 114 سورة، آخر سورة نزلت هي سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن هنا أخي الحبيب، هذه السورة تنعى النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا فهمها الصحابة الكرام مثل سيدنا ابن عباس. هذه الميزة الثانية أنها إشارة لقرب أجل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، حيث هي آخر سورة نزلت. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح، إذا نصرك الله على هؤلاء الملحدين والمشككين والمنافقين والمشركين، وفتح الله عليك مكة والجزيرة العربية وسيفتح العالم أمام المسلمين فيما بعد، فسبح بحمد ربك واستغفره. إذن التسبيح والاستغفار، إنه كان توابا. إذن عندما يأتي نصر الله وترى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إذن هنا ينبغي أن تختم حياتك بالتسبيح والاستغفار إنه كان توابا. طيب، ما ملامح العلاج بهذه السورة؟ أول شيء أخي الحبيب، نحن كلنا نحتاج لفتح من الله، أن يفتح علينا أبواب العلم، أبواب الرزق، أبواب الشفاء. فالفتح هنا صحيح يعني هو فتح مكة، ولكن هذه كلمة عامة. نحن كلنا نريد أن يفتح الله علينا أبواب حل مشاكلنا اليوم، أبواب الرزق. كثير من الناس اليوم يعاني من مشاكل اقتصادية، أن يفتح لنا الله سبحانه وتعالى أبواب الشفاء، أبواب الفرج، أبواب التيسير، أبواب النصر. انظروا ماذا يحصل في بقاع المسلمين في فلسطين، قتل للمسلمين من دون أن يحرك أحد ساكنا. فهذا الأمر يدعونا أن نلجأ إلى الله وندعوه أن ينصرنا. يعني يا رب عجل فرجك، عجل النصر، عجل الفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طيب، كثير منا سمع هذه السورة، كم واحد فكر أن يطبق هذا الأمر الإلهي، فسبح بحمد ربك واستغفره؟ كم مرة تقول سبحان الله وبحمده؟ كم مرة تقول أستغفر الله العظيم كل يوم؟ النبي كان يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة، وكان يسبح الله أيضا أكثر من 100 مرة. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذه من كرامات القرآن ومن عجائب القرآن ومن إكرام الله لك أنه أمرك بالتسبيح والاستغفار ليتم لك الفتح، فتح الأبواب المغلقة أمامك. يعني هذه السورة أخي الحبيب تفتح أمامك الأبواب المغلقة، وبالتالي يعني هناك قصص كثيرة طبعا لا نريد أن نسردها، على حالات شفيت ببركة
هذه السورة العظيمة، أن أصحابها لجأوا لهذه السورة، تكرار هذه السورة على الأقل 7 مرات صباحا ومساء. وطبعا هنا نحن نجتهد في هذا المجال أخي الحبيب. الله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد لنا أن هذه السورة لكذا وهذه الآية لكذا لضيق رحمة الله، إنما ترك المجال مفتوحا، كل واحد يجتهد، كل واحد يجرب، لأن القرآن كله شفاء. ولكن يعني سبحان الله، بعض الناس يلهمه الله قراءة سورة معينة فتجد أنها تكون سببا في شفائه، بعض الناس يلهمهم الله قراءة آيات معينة فتجد أن هذه الآيات تكون سببا في شفائه. فلا تدري أخي الحبيب، سورة النصر قد تكون سببا في شفائك أنت، إذا قلت إذا جاء نصر الله والفتح، كل حرف لك به حسنة. هذه الآية 19 حرفا، 19 حسنة، الحسنة بعشر أمثالها، يعني 19 مضروب بعشرة يعني 190 حسنة. مجرد آية واحدة كسبت 190 حسنة. طيب ماذا تريد أجمل من ذلك؟ وبالتالي علاج مجاني، لا يوجد تكلفة، يوجد حسنات، يوجد تقرب من الله. ولكن حتى يحدث الشفاء أخي الحبيب، أحد أسرار الشفاء هو حسن التدبر. يعني الذي يقرأ قراءة ببغائية يكرر الكلمات والآيات من دون أن يدرك شيئا، يدرك معناها، يتذوق حلاوة هذه المعاني، يتأثر بهذه المعاني، يخشع معها، هذا الإنسان لا يستفيد شيئا ولا يشفيه القرآن، لأنه قد يكون ظالما لنفسه. الله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أي من يؤمن بهذا الكلام. طيب كيف أؤمن بهذا الكلام ولا أعرف معناه؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هناك إنسان يأكل الربا، وهذا من أشد أنواع الظلم، ثم يقول: أنا قرأت القرآن ولم أشفى. أنى له أن يشفيه القرآن؟ إنسان يظلم الناس والله تعالى يقول: ألا لعنة الله على الظالمين، ثم يقول هذا الإنسان الظالم: أنا لم أشفى. وبالتالي يجب أن تطبق ما جاء في القرآن. يعني عندما تسمع هذا الأمر الإلهي: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ينبغي أن تسبح بحمد الله وتكثر من التسبيح: سبحان الله وبحمده، سبحان يعني أنزه الله، تعالى الله عما يقولون، تعالى الله وتنزه الله، وحاشا لله ألا يستجيب أحدا يدعوه بصدق وإخلاص. فإذا أخي الحبيب، هذه السورة المباركة اقرأها على الأقل 7 مرات، تدبرها، تذكر أنها آخر سورة نزلت من القرآن، أن فيها إشارة لوفاة النبي عليه الصلاة والسلام قرب أجله، تذكرك بهذا الحبيب الأعظم كيف فتح الله، كيف كان محاصرا في مكة وفي المدينة، وكيف حورب، وكيف عودي، وكيف يعني أوذي كثيرا في سبيل الله ولم ييأس حتى نصره الله. لذلك أنت لا تيأس، خذ يعني الثقة من هذا النبي الكريم، ثق بشفاء الله لك، ثق أن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عنك أبدا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.